Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi ça va très bien. Je vous rappelle, c'est Carole, votre prof de français. جاهزين لحلقتنا لليوم؟ حلقتنا اليوم تحكي عن شيء كتير 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 مهم. لأنه كل واحد منا أكيد لما بيكبر, quand il grandit, بده يختار مهنة. مهنة, en français, منقله métier. وإنتو أصدقائي, اخترتوا أي مهنة بدكن تنقوا بس تكبروا؟ Quel est votre métier préféré? Quel est ton métier préféré? Quel est ton métier préféré? يعني شو مهنتك أو شو مهنتك المفضلة؟ Préféré يعني المفضل. شو المهنة اللي بتحبوا تشتغلوها بس تصيروا كبار؟ في عنا كتير مهن. Il y a beaucoup de métiers. Par exemple, رح أعطيكم exemple. مهنتي أنا. Moi j'ai deux métiers. Moi je suis prof de français. Prof professeur. فينا نقول كمان enseignante. يعني مدرسة. بعلم اللغة الفرنسية. Enseignante, professeur, تنينيتون بيعنوا إنه أنا بعلم. بس كمان عندي مهنة تانية. لأنه أنا بطلع قدامكم على تي في. Je suis présentatrice. شو هالكلمة الكبيرة. Présentatrice. Présenter يعني أقدم. Présentatrice يعني مقدمة. Présentatrice de programme, يعني مقدمة برامج. تعالوا نفكر سوا وطلع نطلع حوالينا. شو في مهن تعرفوها؟ Qu'est-ce que vous connaissez comme métier? يمكن حدا منكم بيعرف طبيب, un médecin, un avocat, محامي, un mécanicien, يعني الميكانيك اللي بيصلح السيارات, un menuisier, يعني نجار. Très bien, وكتار وكتار غيرها من المهن. أكيد هلأ كلكم بالبريك رح توقفوا وتقعدوا تتذكروا المهن اللي حواليكم. يمكن تفكروا بأهلكم, يمكن تفكروا بالناس بتعرفوهم وتشوفوا حواليكم شو في مهن. ورح نجرب قد ما فينا بهيدي الحلقة نتعلم عدد كبير من المهن. دي ميتيي. برجع بذكركم بسؤال الحلقة. Quel est ton métier préféré? Qu'est-ce que tu seras plus tard? شو رح تكون؟ Tu seras médecin, رح تكون طبيب, tu seras prof de français, رح تكون استاذ لغة فرنسية. حنفكر سوا ونشوف بحلقتنا لليوم. بس أكيد مثل العادة رح ريحكم هلأ, رح أطلب منكم تحضروا دفتر والقلم لنرجع سوا وترتاحوا مع هالأغنية رح تحبوها كتير. أتوتالغ. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alain. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. Je m'appelle Alain. J'ai 7 ans. Je suis petit de taille, mais je suis costaud. J'ai les cheveux noirs et la peau brune. J'aime danser et chanter. Je prends soin de mes affaires, je suis souvent calme. Et j'adore la vie. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alain. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. شعنا أصدقائي, وهلأ مثل ما قلت لكم حلقتنا كتير جدية وكتير مهمة. حضرتوا دفتر والقلم؟ Vous avez préparé votre cahier et votre crayon? On va écrire, رح نكتب. رح نكتب أكيد des métiers, يعني مهن. Métier, هيك منكتبها. Un métier, regardez. Un métier. مين منكم تذكر E accent aigu? On prononce E. Un métier. En français, le ER à la fin du mot se prononce E. يعني منلفظه كمان E. Un métier, يعني مهنة. إذا des métiers, شو بدي أعمل؟ زد له S. Très bien. هلا نحن رح نكتب بعض المهن يلي منعرفها. أنا quand je suis malade, إذا أنا ساخن, يعني أنا مريض, مين بطلب على التليفون تيجي لعندي؟ Le médecin. On dit je suis médecin.
بدي أطلب منكم تنتبهوا على شغلة. المهن بس أقول جو سوي وبدي أسمي المهنة يلي أنا بزاولها يلي أنا بشتغلها، ما بحط هوني ولا أن ولا أن. يعني أنا ما بقول جو سوي أن بروف دو فرانسي أو جو سوي أن ميدسان أو أن، ما منحط أن وأن، دغري منكتب المهنة. هيدا أصح لما بدنا نحكي، منقول جو سوي ميدسان يعني أنا طبيب. أكيد لما بقول جو يعني أنا، جو سوي يعني أنا طبيب، جو سوي. هيدا بالإنجليش مثل verb to be، جو سوي ميدسان، ميدسان يعني طبيب. مين بيساعد الطبيب بالمستشفى الأوبيتال؟ في حدا بيساعده؟ دايماً بيجي لعنا، إذا كنتوا لا سمح الله بالأوبيتال بيجي بيطل عليكم بيعطيكم دواء. الانفيرميير الممرضة، اون انفيرميير، اون انفيرميير، اون انفيرميير. إذا بدي أقول إنه أنا ممرضة بقول جو سوي، بخبي اون، جو سوي انفيرميير، ما بعود حتى لا اون، جو سوي انفيرميير. وإذا كانت هيدي الممرضة رجال أو ماسكولان منقول انفيرميير. شوفوا كيف نكتب انفيرميير، انفيرميير. دونك اون انفيرميير، ان انفيرميير. شوفوا انفيرميير، انفيرميير. هيك عم نتعلم كمان كومون اكريغ او ماسكولان اي اكريغ او فيمينا. رح ننتقل لمهنة تانية. إذا حدا تيابو بدو يخيطون منزوعين أو بدو يخيط شي، بيروح عند الخياطة. تري بيان، من إلا أن فرانسي أون كوتوريير. كو، شوفوا لا لتر سي، أون دي سي بي أون برونونس ك أو ديبي دو مو، بارفوا أون بو برونونسي س. برجع بذكركم، أون كوتوريير. لاحظتوا؟ انفيرميير كوتوريير. مين بدي يقول لي إذا كان مذكر شو بدي أقول؟ أن، شوفوا، أن انفيرميير، أن انفيرميير، أن كوتوريير، أن كوتوريير. تري بيان، تري بيان. جي دوني أو ماسكولان، جي إكري أو ماسكولان، كوتوريير، كوتوريير. شايفين؟ هلا رح ننتقل لمهنة تالتة. إذا حدا متهم وأخذوه بدهم يحبسوه، بيجي حدا بيدافع عنه، بنسميه محامي. المحامي بيسموه ان افوكا، ان فرانسي ان افوكا. شوفوا كيف نكتب افوكا، ان ا سي لا لتر في، افو كا، افوكا. بالاخر بتاخد تي، وكتار منكم عم بيقولوا ليه شو جايبه هيدي اللتر، ليه بدي احط تي؟ يعني رح قلكم ليه، لانه او فيمينا إذا بدي أحول أفوكا أو فيمينا بقول أون أفوكات، أون أفوكات. جيكري لو تي إي جاجوت أن أو، صار عندي أن أفوكا، جيكري تي أ لا فان، إي أون أفوكات تي أو. ماسكولا فيمينا، محامي محامية، أن أفوكا. وبدي أقلكم تنتبهوا على كلمة أفوكا، أفوكا كمان فيها تكون فواكه. يعني إذا شي مرة حدا قال قدامكم أفوكا الفواكه، مزبوط، في يكون فواكه، في يكون كمان معناته محامي، أن أفوكا. رح نرجع نعيد المهن يلي عددناها، أون انفيرميير، أن انفيرميير، ممرضة، ممرض. فوق قلنا جو سوي ميدسان يعني أنا طبيب، أون كوتوريير، أن كوتوريير يعني خياطة أو خياط. أن أفوكا محامي، أن أفوكات محامية إذا كانت مؤنث. تري بيان، هلأ رح ننتقل على مهنة تانية أصعب شوي. كان لا فواتور إي تان بان، يعني إذا سيارتنا معطلة منروح عند تعرفوها يمكن، سامعينها بالعربي تنقال كمان ميكانيسيان، ميكانيسيان. بدي منكم تلفظوها كتير منيح، تلفظوها على مهلكم، أن مي accent aigu ka ni sien un mécanicien. عادة mécanicien بيكونوا
des hommes, يعني رجال. Un mécanicien. Mécanicien, يعني الميكانيكي اللي بيصلح السيارة. رح نعطي مهنة تانية. النجار. حدا منكم انتبه؟ أنا ذكرت أول الحلقة. النجار بيقولوا له un menuisier. Très bien. Un menuisier. أنا بدي هني الأشخاص اللي كتير بيركزوا على اللي بقوله. Un menuisier. Donc menuisier يعني نجار. في منكم، في البعض منكم عم بيرسم رسمات صغار حد الكلمات، وهيدا شيء كتير منيح. وبس تخلص الحلقة فيكم كمان إذا ما لحقتوا هلأ ترسموا، هيك بتضلكم حافظين شو معناتهم. بعد بدي أعطيكم مهنة واحدة، مهنة كتير منشوفها حوالينا وهي كتير مفيدة لإلنا، يلي هو المزارع. منقول له un jardinier. ما لازم تنسوها لأنها جاية من كلمة jardin. بكتب jardin وبزيد على فان i e r. un jardinier. jardin يعني حديقة. jardinier ما المزارع بيشتغل بالأرض، بده يكون في عنده أرض وعم بيزرعها. من هيك un jardinier يعني مزارع. رح نرجع نعيد كل المهن. on répète ensemble tous les métiers qu'on a écrit. Donc, je suis médecin. Un tabib. Une infirmière. Je suis infirmière. Il est infirmier. Houa moumarred. Je suis couturière. Un khayata. Il est couturier. Houa khayat. Il est avocat. Il est il, l'anneau c'est masculin. Il est avocat. Houa mohami. Je suis avocate. Ana Mohamia. Il est mécanicien. Mécanique, il bissallih siyarat. J'ai une kelmit mécanique. Mécanicien. Il est menuisier. Menuisier, yani najjar. Ou akhir mehne ta'allamnaha. Il est jardinier. Un jardinier, yani muzara. Ok? Khalina nerja' n'id ma' ba'dna kif menhawel. بعض الميتيه، كلكو ميتيه اون فالي ريبيتي انصامب. قلنا انه اذا الميتيه يعني المهنه بتنتهي ب اي او ار او ماسكولان، تحولها على الفيمينان. ليكو شو بعمل؟ جاجوت ان او، بزيد او، اي جاجوت ان اكسون غراف. هيك بصير عندي انفيرميير. نفس الحاله لا كوتوريي. كوتوريي بتنتهي ب اي او ار، شو عملت؟ زدت لها او. Et j'ai ajouté aussi un accent grave, couturière. Mais c'est le cas, je vais vous donner un peu. Marat, je vais vous donner un peu. Je avocat, avocate. Et c'est le cas, du masculin, il passe du masculin au féminin. Un médecin. Une couturière. Un jardinier, une avocate, un menuisier, un mécanicien. Maintenant, on va passer ensemble au tableau d'affichage. تابلو دافيشاج مثل ما عودكم هو اللوح يلي منعلق عليه ونافيش علقت بعض المهن. بدي منكم تركزوا. فيكم تطلعوا بالدفتر، بس إذا حدا قادر ما يتطلع ما يتنقوز على الدفتر يقدر يجي يسميه للمهنة يلي أنا رسمتها أو جيبتها على اللوح. تعال نشوف أول مهنة هون. مين شايفين أنتو؟ أنا برأيي هيدي الممرضة. Comment on dit en français? On dit que c'est une infirmière. Très bien. Infirmière. Infirmière. Une infirmière. Là, aucun mouzakar. Si c'était masculin, j'aurais dit un infirmier. Un infirmier. Très bien. Une infirmière, yani moumarida. Rahnteil la soura li tahta. Zakaro. Hayda shakhs bisalih siyarat. بيشتغل بالميكانيك. ميكانيك
الكلمة بتبدأ بنفس الطريقة ميكانيك سيتان ميكانيسيان بدي منكم تلفظوا كتير منيح مي كا ني سيان un mécanicien je suis mécanicien بس قول je suis mécanicien ما بحط un je ne mets plus l'article je dis je suis mécanicien mécanicien يعني ميكانيك الشخص اللي بيصلح السيارات رح نرجع نعيد une infirmière un mécanicien خدوا وقتكم باللفظ On passe maintenant à la troisième illustration, telle et tsoura. Ana chefe, sabiye, hemle m'as. Ou am jari ptekhoud l'mesure taba l'tieb, yani ma'asset l'tieb. Donc c'est une couturière. Bravo. Couturière. Tarfo asdikae. Couturière, j'ai un verbe coudre. Coudre, yani khayit. Couturière, يعني خياطة. وإذا كان رجل، شو بدنا نقول له؟ C'est un, أو il est couturier. Très bien. Un couturier. Un infirmier, une infirmière. Un couturier, une couturière. Coudre, يعني الخياطة. Je passe à la quatrième photo, quatrième illustration, سورة الرابعة. أكيد شايفين قدامنا نجار. طلعوا منيح بالصورة هيك تحفظوها منيح النجار شو بيقولوا له نساعدكم شوي on commence avec la lettre M menuisier bravo un menuisier menuisier un menuisier يعني نجار il est menuisier ما بنقول il est un menuisier donc je répète les quatre يلي ما رح يكتبون فيه هلا يكتبون une infirmière ممرضة un mécanicien ميكانيك اللي بيصلح سيارات تالي ترسمي le verbe coudre coudre يعني الخياطة une couturière الخياطة une couturière أو un couturier الخياط la quatrième photo Un menuisier, un nageur. Un menuisier. Très bien. Maintenant, je passe à la 1, 2, 3, 4, cinquième photo. Cinquième photo, un archefe de Mohamia. Mais elle a une avocate. Très bien. Avocate. Parce que c'est une fille. Mais elle est une fille. Oui, ça y est. Avocate. لو كان ماسكولين كنا شلنا الاو كنا قلنا ان افوكا اما الصوره الاخيره ذكركم كلمه جاردان يعني حديقه مين بيشتغل dans le jardin qui travaille dans le jardin le jardinier très bien je vais écrire jardinier jardin jardinier jardinier يعني مزارع رح نرجع نعيدهم مع بعضنا مره واحده Une infirmière, un mécanicien, une couturière, un menuisier, une avocate et un jardinier. Très bien, اليوم كنتو كتير شاطرين واللي تعلمناه شي كتير كتير منيح. إذا لقيتون شوي صعبين لما بتخلص حلقتنا عيدون وتمرنوا عليهم. أهم شي تكونوا حفظتوا الصور لتعرفوا كل مهنة شو معناتها بالعربي كمان. حبيتوا حلقتنا لليوم ما تنسوا تتواصلوا معنا على الفيسبوك أنا ناطرة منكم أسئلة أو اقتراحات أو صور كمان وبشوفكم أكيد بالحلقة اللي جاية أوفوار